نعم، هناك دعم وضخ من طرف الحلفاء، نقصد الغرب، للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا له تأثير مهم يعني ميدانيا، يعني هذه المضادات للمدرعات وللدبابات وكذلك للطائرات يعني أثر وبعثر الاهتمام والخطة التي رسمها بوتين في البداية. البداية لم تنجح الخطة بليسكريك، يعني الحرب الخاطفة، ففوجئ الطرف الروسي بمقاومة شرسة من القوات المسلحة الأوكرانية. دوما من الناحية المنطقية عندما تهجم على دولة لها سلاح ولها عتاد ولها يعني بنية تحتية، طبعا أنت تغامر، يعني في حال أي خطأ استراتيجي في الحساب ممكن سيكلفك غاليا، وهذا ما الذي حصل. يعني هناك الآن مشاكل لوجستية في مد مثلا حتى الغذاء للكثير من الوحدات الروسية في الساحة وفي الأراضي الأوكرانية. إذا كما ذكرتم حقيقة تعثرت الماكينة الروسية، ولكن الآن يحاولون إعادة تصحيح هذه المسألة، لكن لها ثمن باهظ، لأن كل ما يعني تأخرت مهمة إعادة ترتيب الحملة العسكرية هذا سيكلف الجانب الروسي ثمنا سياسيا اقتصاديا، لأن هناك فرض متواصل للعقوبات ومحاولة تقويض وعزل روسيا. هذا من جهة. من جهة أخرى الطرف الأوكراني يعني يلحق ويقوم بتدويل إن شئتم لهذه الأزمة عبر القنوات الدولية. هناك رفع لقضية في الجنائية الدولية لدى الأمم المتحدة، هناك الآن كذلك تفعيل الوساطة، والرئيس زيلينسكي يعني حسن وأتقن مهمة يعني تفعيل الدبلوماسية الدولية، ودخل الطرف نقول التركي وكذلك الإسرائيلي، ونظن أن الصيني ربما يأخذ يعني مساحة من الوساطة، لأنه هو مهتم كثير في ملء الجيوب التي الفراغات التي ستفرزها هذه المجازفة إن شئتم الروسية في الأراضي الأوكرانية. كل هذه العوامل تعطي للدولة الأوكرانية قوة وموقف أكثر، رغم أن لا نستطيع أن نقارن من الناحية العددية ومن ناحية النوعية بين العتاد العسكري الروسي والأوكراني. الأوكراني يتواجد في أرضه، فالكل مواطن أوكراني متواجد محصور، هو يعتبر جندي. يعني المسألة نعم لا تستطيع أن تقاوم شعب له. الشيء الذي أحسنه بوتين هو أنه جمع كل الجبهة الداخلية بجنب الرئيس زيلينسكي. إذا كان بالسابق بالأمس أن زيلينسكي كانت لديه استقطابات ولديه معارضة من شتى الطائف السياسي، الآن كل المواطنين الأوكرانيين مصطفون بجنب الرئيس زيلينسكي، وارتفعت يعني شعبيته السياسية حسب. طبعا طبعا هناك بروباغندا، نفهم هذا الأمر، نحن في حالة حرب إلى حوالي 90%. فهذا بهذه الطريقة فإن الرئيس بوتين يعني أن المرأة انقلبت الأمور. هذا من جهة. من جهة أخرى حلف الناتو بدأ يحشد قواته على الحدود الغربية لروسيا الاتحادية. يعني في هذه الحالة فإن الناتو مكان أن يذهب إلى حدود 97 بدأ يقوي يعني إمكانياته ويغير من الجغرافية العسكرية نعم الاستراتيجية للحلف. فالأمور تغيرت، وأظن أن بوتين عليه أن يراجع هذه الحسابات ويذهب إلى الحلول السياسية والوساطة لكي ينقذ ليس الأوكران وينقذ دولته وينقذ اقتصادي، لأن هناك كذلك أصوات بدأت تصعد في روسيا من نعم المعارضة من المجتمع من سأعود